السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حلقة جديدة على القناة. النهاردة هنتكلم على المنح، ولكن قبل ما نتكلم على المنح خليني أفكركم بثلاث حاجات مهمة جدا. أولا اعمل لايك وسبسكرايب للقناة، دول حاجتين خلاص خلصناهم. والحاجة الثالثة لو مهتم بالكانسر بيولوجي تقدر تشترك في الكانسر بيولوجي كورس اللي أنا عامله، موجود تحت في الديسكريبشن، هتخش على اللينك هتسجل في حد يتواصل معاك وتبدأ معنا الكورس إن شاء الله. أنا خبرتي في المنح كبيرة جدا، ولكن كبيرة في الفشل مش كبيرة في النجاح. فانا اللي هشاركه معاك النهارده هو الحاجات اللي انا اعتقد انها لو كانت عندي انا كنت اخدت منح اكتر. انا اتقبلت في منحه للماجستير، خدت الماجستير بتاعي من جامعه يو بي اف، واخدت منحه دفعت لي تويشن فيز ودفعت لي المصاريف الشهريه بتاعه الماستر سيسيز بتاعتي، وطبعا بيوفروا لك معمل تشتغل فيه الماستر سيسيز بتاعتك. ولكن في الفيديو ده انا هحاول اشارك معاكم فكره المنح وقد ايه ان المنح هي صعبه لان بيبقى فيها كومبيتيشن. ولكن على الرغم منها صعبه الى ان انا بشوف ان معظم الناس اللي ما بتتقبلش في المنح بيكون عندهم نقطه ضعف واضحه جدا هم ما اشتغلوش عليها، يا اما ما اشتغلوش عليها في الكليه يا اما ما اشتغلوش عليها بعد الكليه. طيب يعني ايه منحه؟ المنحه بكل بساطه هي مؤسسه بتدي منحه بتوفر لك حاجتين، بتوفر لك ممكن مصاريف السفر، بتوفر لك ممكن مصاريف المعيشه، بتوفر لك ممكن مصاريف الكليه نفسها، او بتوفر لك الثلاثه مع بعض. احسن منح اللي هي المنح المموله كليا بتوفر لك الثلاثه مع بعض، مصاريف السفر، طياره تديك 1000 يورو مثلا عشان تسافر من بلدك للمكان اللي انت هتاخد فيه المنحه، مصاريف المعيشه تديك مثلا 400 500 600 700 800 لحد 1000 يورو كل شهر عشان مصاريف المعيشه على حسب المنحه وعلى حسب المكان اللي انت فيه ان سوء. رقم 3 بتوفر لك الريجستريشن في الجامعه، يعني هم اللي بيدفعوا مصاريف الجامعه وهم اللي بيتعاملوا مع الجامعه بشكل او باخر، بيوفروا لك الريجستريشن في الجامعه والتسجيل في الجامعه. فالمنحه تحفه، ولكن اتس نوت ايزي تو جيت. ليه؟ لان عدد المنح قليلة جدا مقارنة بالطلبة المستحقين للمنح او اللي عايزين ياخدوا منح. وعشان كده على الرغم من ان المنح صعبة، ولكن في ناس كتيرة جدا مصريين وغير مصريين بياخدوها. ده بيقول لنا حاجة مهمة جدا عن المنح، ان المنح فيها كومبيتيشن عالية جدا. ولما بتقدم على منحة انت مش بتقدم لوحدك، في واحد من الصين، واحد من اليابان، واحد من بلجيكا، واحد من اوروبا نفسها لو انت بتقدم في اوروبا. وانا هنا بتكلم على المنح بتاعه الماجستير، بتكلم على المنح بتاعه الماجستير، بيبقى في ناس كتير جدا بتقدم، انت مش لوحدك، وبالتالي المنافسه عاليه جدا. الفاكتورز اللي بتحدد انت هتتقبل في منحه ولا لا حاجه كتير جدا، اولها التقدير. صعب جدا تلاقي حد اتقبل وهو في منحه اتقبل بتقدير مقبول او بتقدير جيد، في استثناءات، ولكن القاعده العامه انه لازم يكون تقديرك عالي جدا وانت بتقدم على المنحه. فعش تقول جايب مقبول، جايب جيد مرتفع، حتى جيد جدا ما هياش احسن تقدير للمنح، من امتياز وانت طالع فوق. لان ثاني الفكره مش فيك، الفكره ان في ناس بتكمبيت معاك، في ناس بتنافس معاك، فلو حد جايب تقدير اعلى منك هيبقى هو اولى. رقم 2 انك تكون مستوفي الشروط بتاعه المنحه. يعني مثلا هم طالبين ايلتس، ما عملتش ايلتس مش هتتقبل في المنحه، الموضوع منتهي. طالما هم الايلتس ريكوايرد في المنحه يبقى لازم تقدم في الايلتس. ناس كتير جدا بتكسل تاخد الايلتس، ناس كتير جدا بتقول لك اصل هو غالي، اصل ما اعرفش ايه. انا فاهم كل ده، ولكن طالما المنحه طالبه ايلتس يبقى تقدم على الايلتس. في اوبشنز كتيره جدا في بعض المنح، هو يقول لك هات شهاده من الكليه بتاعتك ان انت درست بالانجليزي، بس ده عدد قليل جدا من المنح اللي بيطلب ده. وبالتالي انت لما تتكلم على التقديم على المنح قبل ما تتخرج او اول ما تتخرج تكون واخد ايلتس، مفيش كلام، ما تحاولش تهرب من الريكويرمنتس بتاعت المنحه. طب ليه يا محمد ما في بعض الجامعات او بعض المنح بتقول هات ورقه من الكليه تقول ان انت بتدرس بالانجليزي؟ بس دول زي ما قلت عددهم قليل، وبالتالي انت لازم عشان فرصك تزيد في المنح تقدم على اكبر عدد اكبر عدد من المنح وتستوفي الشروط اللي المنح دي بتقدمها. وبالتالي انت لما بتختار المنح اللي هي بيبقى حاطه الشرط بتاع انك تجيب من الكليه ورقه انك درست بالانجليزي، انت بتقلل عدد المنح اللي انت تقدر تقدم عليها، وبالتالي بتقلل فرصك في القبول. ف ما تضايقش الامور على نفسك، خد الايلتس وخد وشوف كل الريكويرمنتس المنح هطلبها ووفرها في نفسك، عشان غير كده الموضوع هيبقى صعب جدا عليك والكومبيتيشن كده كده عاليه، وهتلاقي واحد تاني ممكن يكون مش احسن منك بس واخد الايلتس وبيقدم وبيتقبل لان هو استوفى الشروط بتاعه المنحه، لان طالما المنحه طلبت يبقى مفيش استثناء.
الحاجة الثالثة واللي بيهتموا بيها جدا في المنح هي ان انت يكون عندك اي ريسيرش اكسبيرينس، ما تكونش ابيض خالص، تكون عملت اي انترنشيب ليك في الريسيرش، لان ده هيوضح قد انت بتعبر عن الموتيفيشن بتاعك انك تكمل في الساينس. لان انت بعد كده هتكتب الموتيفيشن ليتر، وانت لو الموتيفيشن ليتر جاي من ان انت درست شوية مواد ومهتم بيها وعايز تكمل، اعتقد ده مش هيبقى مقارن بواحد اشتغل في مشروع وعنده اهتمام معين في منطقة معينة في مشروع معين وعايز يكمل فيه، وبالتالي بيقدم على المنحة دي بالذات عشان يكمل في الساينس في البروجيك ده او في المجال ده. يبقى هو عنده نقطة معينة مهتم بيها وعنده ريسيرش اكسبيرينس وانت ما عندكش، فبالتالي ده هيقلل فرصك في القبول في المنح. طيب لو عايز اقدم على المنح، اقدم على المنح ازاي؟ ده اكتر سؤال بيجي لي، انا عايز منحه في مجال كذا، عايز منحه في مجال كذا، عايز منحه في مجال كذا. اولا لو انت منتظر ان حد يقول لك على المنح اللي في مجالك، ما تقدمش على المنح اصلا، ما تفكرش في المنح اصلا. ثانيا لو انت قاعد على الفيسبوك مستني حد يشير منحه في معرفش فين عشان تقدم عليها، برضه ما تقدمش في منحه. كل دون حاجات عددها قليل جدا، وفي نفس الوقت انت لازم تكون بتدور على نفسك على المنحه الخاصه بيك. وخد مني الكلمه دي، في منح كتير جدا مش مشهوره ومستخبيه محدش يعرف عنها حاجة، فرصك فيها ممكن تكون أكتر من المنح المشهورة. يعني مثلا أشهر منح إراسموس، دي مشهورة جدا. ممكن تلاقي منحة تانية مش إراسموس في بلد زي يعني كان اسم البلد، المنحة دي موجودة تاخدها أسهل من إن أنت تروح تقدم على إراسموس. وبالتالي أنت لازم تدور على كل المنح الممكنة بنفسك على جوجل في المجال بتاعك وتقدم فيهم كلهم as much as it can، ولكن تقدم فيهم بتركيز مش تقدم فيهم لمجرد التقديم. فلازم تقعد كده شهر كامل قاعد بدور على منح، بدور بس، مش مستني حد يقول لي ايه هي المنح، مش مستني حد ينزل لي بوست على الفيسبوك، مش مستني حد ينزل لي بوست على لينكدين. انت دور بنفسك على كل المنح المتاحه في كل دوله انت حابب تسافر لها. الصين عندها منح، اليابان عندها منح، سنغافوره عندها منح، ادي اسيا. روح اوروبا، المانيا عندها منح، فرنسا عندها منح، اسبانيا عندها منح بس مش كتير، هولندا هتلاقي فيها منح، النرويج ما عرفش هتلاقي فيها منح. دور على المنح المتاحة في كل دولة للماجستير بتاعك وهتلاقي اكيد، وابدأ قدم عليهم واحدة واحدة. التقديم على المنح سهل جدا، ما فيهوش اي مشكلة، نفس الفكرة بتاعت الجامعات، بتقدم في ابليكيشن، الابليكيشن ده بيطلب منك مجموعة من الاوراق او الدوكومنتس، بعد كده بتعمل سبميشن وشكرا. عادة المنح ما فيش حد بيطلب منك ابليكيشن فيز، يعني التقديم مجاني، ما بتدفعش اي حاجة وانت بتقدم على المنح. للاسف ما فيش سر اقدر اقوله لك ان انت لما تعمله هتتقبل في المنحة. انا شخصيا قدمت في منح كتير جدا وما اتقبلتش في منح كتير جدا، على الرغم من ان انا كنت شايف الابليكيشن بتاعي كويس، ولكن انا عندي نقطه ضعف عايز الطلبه اللي في سنه اولى وفي سنه تانية ياخدوا بالهم منها. انا تقديري ما كانش عالي، واعتقد ان دي نقطه الضعف الوحيده اللي عندي. انا كان عندي ريسيرش اكسبيرينس، كان عندي بابليكيشنز، كان عندي ريكومنديشن ليترز قويه جدا، كان في ناس بتكتب لي ريكومنديشن ليتر من جامعه ستانفورد، كان في حد بيكتب لي ريكومنديشن ليتر من هيلم هولتس في الانترنشيب اللي انا اخدتها في المانيا، كان في حد بيكتب لي الكونديشن ليتر من برشلونه، المعمل اللي انا اشتغلت فيه سنتين في برشلونه، ومع ذلك كان في منح بقدم عليها بكل دون بالريسيرش اكسبيرينس، شغال في معمل، عندي بابليكيشنز، حد كويس جدا كتب لي الكونديشن ليتر، كاتب موتيفيشن ليتر تحفه، متراجع من ناس اتقبلت في منح كتيره جدا، ومع ذلك ما كنتش باخد المنح دي. ليه؟ انا وجهه نظري تقديري كان هو نقطه الضعف اللي عندي. انا تقديري جيد جدا، جيد جدا مرتفع، اللي هو B+، ده مش تقدير احسن حاجه، ده مش تقديري كومبيت في المنح. انا عندي حاجات تانية كويسه، ولكن التقدير اللي هو مش قوي دوان بيخلي الانسان اللي بيقيم البروفايل بتاعك يشوف لا هو ممكن يكون مش ملتزم قوي، طالما درجاته مش كويسه في الكليه فغالبا دي ممكن تكون مشكله في الالتزام، او بتخليه ان هو عنده كونسيرن. فانت لو لسه صغير اقتل الكونسيرن ده لاي حد، تقديرك يكون عالي، تقديرك يكون كويس، ما تسيبش درجه في الكليه على قد ما تقدر. هتقولي محمد بس على فكره انا عرفت ناس خدوا منحه وهما جايبين جيد. وارد، مش مستحيل، ما فيش حاجه مستحيله، ولكن القاعده بتقول ان المنح معظمها بتحتاج تقدير كويس. الاستثناء بيقول ان وارد حد يتقبل في منحة ما يكونش تقديره كويس. ليه؟ ما نعرفش، ولكن يظل ده استثناء مش ده القاعدة. بلس لما تسمع كلام حد اتقبل في منحة اسأل على المجال بتاعه، ممكن يكون المجال بتاعه مختلف عن المجال بتاعنا. في ناس مثلا بتدرس علوم تانية ما هياش بيولوجي
وتبقى الكومبيتيشن في المجالات التانية دي اقل بكتير جدا. جماعة الكومبيتيشن في البيولوجي عالية جدا، الكومبيتيشن في الكمبيوتر ساينس عالية جدا، احنا النهاردة في عصر اكتر المجالات اللي فيها كومبيتيشن تشمل البيولوجي، تشمل الكمبيوتر ساينس، تشمل البيزيك ساينس. فخلي بالك انه في مجالات تانية ممكن الناس تقبل في منح، بس خلي بالك ده مجال مختلف عن مجالك، ما ينفعش تقارن نفسك بيه، ما ينفعش تقول فلان اتقبل في منحه وهو جايب جيد، بس هو مجاله مختلف عن مجالك، وبالتالي الكومبيتيشن تختلف، وبالتالي الريكويرمنتس تختلف، وبالتالي تقييم الابلكيشن يختلف. ركز في النقطه دي. معظم الناس اللي انا عارف انها اتقبلت في منحه كان تقديرهم كويس، الا ما يكون كلهم، خصوصا منح الماجستير، لان منح الماجستير مش كتيره، الكومبيتيشن بتكون عالية على عدد الطلبة اللي بتقدم، فانت يعني بتحارب. اللي بياخد منحة النهاردة في البيولوجي او في المجالات اللي هي يعني زي الكمبيوتر ساينس زي البيولوجي it's not easy، عددهم قليل لان المنح اصلا عددها قليل، والكومبيتيشن بالتالي عالية، وبتنافس ناس من كل دول العالم. انت مش بتنافس صاحبك اللي في الكلية اللي جاب تقدير كويس، ولا بتنافس زميلتك اللي في الكلية، لا 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 لا، international scholarship هي مش معموله ليك انت لوحدك. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اتكلم فيها عن المنح، اوعى تستعجل وانت بتقدم على المنح. كل الناس اللي قدمت على المنح قدمت على عشرات المنح، خدوا وقت كبير جدا عقبال ما يتقبلوا. ما ينفعش تبقى لسه متخرج النهارده وتقول انا هقدم على منحه النهارده. ازاي؟ انت لسه متخرج، فالبروفايل بتاعك ممكن يكون مش احسن حاجه، وبالتالي ما فيش مانع ان انت تقعد في مصر تشتغل سنه او سنتين، وانت بتعمل دون في مصر تقدم على المنح. ما تبقاش متوقع ان انت اول ما تتخرج انا مش هعمل اي حاجه غير ان انا اقدم على المنح. لا، انت مش كده، مش ده الطبيعي، مش ده الافريج. انت محتاج ان انت يبقى تسكل السي في بتاعك بريسيرش اكسبيرينس، تسكل السي في بتاعك بخبرات انت اخدتها خلال الشغل بتاعك، سواء في الكليه سواء بعد الكليه. لازم يكون عندك حاجه عشان تقول انا هاخد المنح. لان انا هقول لك حاجه بكل بساطه، اللي ما قدرش يثبت نفسه في مصر مش هيقدر يثبت نفسه بره، لان لو الناس شافتك انت اصلا ما عملتش اي حاجه في البلد بتاعتك، وانت اصلا ما فيش اي ريسيرش اكسبيرينس خدتها، انت اصلا السي في بتاعك ما فيهوش اي حاجه خالص يقيموك عليها غير تقدير الكليه، اعتقد لو قارنوك بحد تاني عنده شويه اكسبيرينس، واخد شويه كورسات، عنده شويه سكيلز، اعتقد هيدوله هو المنحه ومش هيدوها لك. فالمنح it takes time، خد وقتك. عايز تقعد سنه، عايز تقعد سنتين، عايز تقعد 3 سنين. في ناس اعرفها قعدت 3 و4 سنين بتقدم على المنح لحد ما سافرت، قعدت في مصر بتشتغل في مصر في مراكز بحثيه ضعيفه جدا لحد ما اشتغلت، عشان على الاقل وهم بيقدموا على المنحه ما يبقاش ايه، هو ما عندوش حاجه يقولها، هو اصلا قاعد مستني الفرج، مستني المنحه تجيله. الناس اللي هي بتيجي من النو هاو كده مره واحده، يا جماعه عايز اقدم على المنح، لا اهدى واصبر وشوف المنح طالبه ايه، وحاول تفت مع اللي هم طالبينه. المنح طالبه 1 2 3 4، طب انا ناقصني ايه؟ طب انا ما عنديش ايلتس، اروح اخد الايلتس. طب انا ناقص ريسيرش اكسبيرينس، طب انا هحاول اخد انترنشيب. طب انا ناقصني اوكي. فالاستعجال في المنح مش هيؤدي الى اي نتيجه، لان it takes time، خد وقتك. اترفضت مره اتنين، كلنا اترفضنا، كلنا اترفضنا اكثر ما اتقبلنا. اهي الجمله دي كده بروزها، كلنا اترفضنا اكتر ما اتقبلنا. انا في عدد كبير جدا من منح قدمت عليها اتقبلت في منحه واحده بس. ما تستعجلش على القبول، لان هي كده كده بتاخد وقت، والاستعجال ده هيخليك انت اصلا متسربع وعايز انجز، وشويه كده قدمت على منحه واتنين اترفضت، تلاقي نفسك عملت كارير شيفت اصلا. ليه؟ لان انت المينتاليتي بتاعتك مقتنعه ان هي بتيجي بسرعه، ان هي يلا هقدم هتقبل. لا مش كده، لازم تبرن ده عشان ده يستحمل الصدمات اللي هتحصل له لما ياخد رفض واثنين وثلاثه ويلاقي نفسه I'm not good enough. لا، انت مش not good enough، انت maybe انت مش جاهز enough، you are not ready enough. ف to prepare yourself عشان تشوف ايه اللي ناقصك وتكمله وتبدا تقدم على اللي انت عايزه. اخيرا انا ذكرت حاجات كتيره جدا بتقول ان انا مش احسن واحد تسمعه منه في موضوع المنح. انا اتقبلت في منحه في الماجستير واخدت فلوس ودفعوا لي التيوشن فيز والامور تمام، وخلصت الماجستير بتاعي بمنحه. ولكن في ناس تانية اتقبلوا في منح احسن مني بكتير، في ناس اتقبلت في شنجن ولا شيفنينج، وفي ناس اتقبلت في اراسموس، في ناس اتقبلت في منح احسن مني بكتير جدا. اسالوهم واتكلموا معاهم، ولكن اللي انا قلته اعتقد ان هو ينطبق على معظم المنح. في ناس تانية ممكن يكون عندها اسرار انا ما اعرفهاش، لان انا قاعدين جيت المنح دي ما خدتهاش اصلا، فبالتالي ممكن تتكلموا معاهم تسالوهم. انا يعني انا مش مش
مش انا بس اللي عندي المعلومات دي، اعتقد ان في ناس تانية عندها اسرار تانية انا يمكن انا ما اعرفهاش. المنح بتطلب حاجات كتيره جدا واوراق كتيره جدا، هنتكلم عنها في الحلقه بتاعه الاوراق، سواء كان ريكومنديشن ليتر، سواء كان موتيفيشن ليتر، سواء كان السي في، سواء اي حاجه من الحاجات اللي بتطلبها المنح دي، هنتكلم عنها في الفيديو او الحلقه اللي هنتكلم فيها عن الاوراق. انا ما ذكرتهاش بتفاصيل هنا، ولكن ساعتها هنتكلم فيها بتفاصيل وازاي تعمل الحاجه دي بشكل كويس سواء للمنح او للجامعات.